مشاهدي قناة الشروق العامة ومشاهدي برنامج كوفي تايم، مرحبا بكم. كما راكم تشوفوا فينا راني متواجد اليوم ببيليز بسيدي يحيى، وين طلق ديدين كانون ساز اول فيديو كليب تاعو بمقاييس عالمية. خلينا نقولوا ديدين هذا الكليب اللي لاول مرة غناه، لاول مرة الرابور الجريان اللي خرج الكليب تاعو ويغنيه للجمهور تاعو مباشرة بعد الاطلاق الرسمي تاعو، ورايح يكون حصريا على لابلاتفورم انغامي. ديدين، واش تقدر تقول لنا على هذا العمل؟ يعطيكم الصحة، شرفتونا بحضوركم. العمل هذا اللي كان من القلب، حاجة من القلب أخي، تجورة الحق. درنا حاجة جديدة اللي مازال ما دارتش في, 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 في الموسيقى الجزائرية بإنتاج جزائري. مور الكونسيرت مور لا كونفيرونس راكش درنا بتي شوكيز اللي كان في حضور جماهير، وبارك الله فيهم، يعطيهم الصحة. الخدمة هذه إن شاء الله اللي مازال كاين خدمة واحدة أخرى، وإن شاء الله المزيد من النجاح، وراح نزيدوا نتلاقوا بإذن الله. صح، انا عندي سكوب البرنامج كوفي تايم دائما، انا عندي المعطيات، وكان خبرني من قبل شمس فريكلاين بانه راح يكون عمل يجمع ديدين كانون مع شمس فريكلاين. خلينا اعطينا سكوب حصري لبرنامج كوفي تايم. اسمه بيع. البروجي اللي مع شمسو فريكلان بروجي تاع ماشي ساهل، حنا توجور نحبوا الحاد نطولوا في الحاجه، ما نحبوش نتيري وبالك فاهم خو. الموسيقى اللي راح نخدمها مع شمسو فريكلان حاجه انكرويا، بحاجه جديده، كرياسيون جديده، كي تدخل بستيل ديالو جيتار وستيل شون مع راب مع حاجه اللي انكرويا، تخرج حاجه انكرويا باصول جزائريه. فوالا، هذا واش نقدر نقول لك دوكا على البروجي هذا. الحاجه اللي تهمنا دوكا هي الاطلانتيس، راهي ديسبونيبل في انغامي في توت لي بلاتفورم دو ستريمينغ، سبوها في اليوتيوب، سبوها بارتو. يعطيكم الصحه، ميساج البيبليك الجيريان والشعب كاع اللي تبعنا ماشي غير في الجزائر، لا كونفيونس هذه مش راح تروح. بارك الله فيكم، ميرسي لكاع الناس اللي عاونونا وقفوا معنا اون ديريكت من بيلي سيدي يحيى من قناه الشروق دايم. تم التصريحات مشاهدينا الكرام، وقررنا انه ختامها يكون مسك، ومع الفنان اللي رافق ديدين كانون في هذا الفيديو كليب اللي كان انديو نعتبروه، الفنان زوما. مبارك هذا العمل اولا، واش هو الهدف من هذا الفيديو كليب اللي قمت بانتاجه؟ السلام عليكم، ميرسي لحضوركم، صافي بليزير. يا خو لوبجيكتيف تاعنا كان نوريو فريمون اون نوفيل ايماج، يا خو باسكو دونك اون فا با سمونتيغ بور لانستون لا ميزيك شغل الجيريان از ديفلوب راك شايف، اي اون في تو بور كون سوا شغل اون بيس ميتريس في هذا البازل الكبير. وان شاء الله يا خو ان شاء الله نديرو عفايس جدد ونفرحو الجزائر ونخلطو لها نخلطو كلش ان شاء الله في اخر. السلام عليكم. ان شاء الله ان شاء الله، شكرا لك، شكرا لك، بارك الله فيك. كانت هذه جولة زميلنا ياسر كسويلا وحاضر معنا. مساء الخير ياسر. ياسر والثقافة في كوفي تايم. مساء الخير محمد، ومرحبا بك كما نقولوا في كوفي تايم. الإضافة بقوة، يعني ما شاء الله عليك، كنت درت لك الستوري من الداخل من لاريجي. يلا خلاص، بعد نضرب طلع في الانستغرام، نشوفوا مع المتابعين كيفاش آرائهم حول عودة كوفي تايم. يلا نستناو آرائكم وتعليقاتكم على صفحة الشروق، وتيقنوا أنني نقرا تعليق بتعليق بتعليق بتعليق. ياسر، كانت جولة خفيفة في الثقافة اليوم، شفنا إلى الأغنية الشبابية أغنية الراب، ومستقبلا راح يكون كل ثقافة تكون حاضرة معنا أكيد. إحنا من خلال هذه الفقرة الثقافية، حتى ننبه المشاهدين الكرام أنه الفقرة الثقافية رايحة تطل عليهم من خلال برنامج كوفي تايم، ولما نتحدث على الثقافة أكيد أن ما راحش نتحدث فقط على الموسيقى والغناء فقط، لكن نتحدث على المسرح، على السينما، على كل ما هو ثقافي. الثقافة يعني متنوعة وواسعة، وراح نوفيه المشاهدين الكرام بكل ما هو ثقافي. أكيد في الثقافة أول شيء نتحدث على هذا الإصدار الجديد لديدين كلاش باسمه القديم، والآن غير اسمه لأنه يريد تغيير ما يقوم به للدخول في الاحترافية. أحسن شيء. وشو له اسمه يعني؟ أصبح اسمه ديدين كانون ساز. ديدين كانون ساز. ديدين كانون ساز. كانون ساز. أيوة. هذه يعني أول مرة كانت تغطية باسمه الجديد، يعني هذا الفيديو كليب. بتشوفش أنه نقل شيء على لطفي دوبل كانون يعني؟ ممكن شوية. ممكن يعني أنه هذا قراره، حتى في التصريحات راح نشوفوها حصرية لبرنامج كوفي تايم، سواء من الفنان شمسو فريكلاين ولا من كثير من الفنانين اللي كانوا حضروا في هذه الندوة الصحفية اللي من خلالها أطلق الكليب الجديد تاعه. والشيء المميز والجميل أنه الفنانين أصبح عندهم القليل
قليل من احترافيه خليني نقول، لانه لو يعملوا مثل هذه الندوات الصحفيه لاصدار الجديد تاعهم، واكيد لما يحضروا زملاء المهنه اللي هما الفنانين راح يكون دعم وراح يكون تبادل الافكار ووجهات النظر. فهذا الفيديو كليب كان اطلق عنده حوالي يومين، ومازال في الفقره الثقافيه اكيد راح نوفيه الجمهور الكريم بكل التصريحات، لانه عندنا الماده المصوره كبيره اكيد لضيق الوقت ما راحش نقدروا نتحدثوا عليها كل مره، راح نتحدثوا على نتحدثوا ايضا. هذا كان اسبوع المسرحيات، اسبوع المسرحيات بامتياز، والبارح كنت حضرت وعندي ايضا ماده مصوره على مسرحيه خاطيني من اخراج احمد رزاق المتالق، يعني كانت مسرحيه جميله جدا راح نتحدثوا عليها. وكذلك الفنان المحبوب عمار سنيغري اللي كان اطلق ايضا الكورمتراج تاعه الاخير والعمل الجديد اللي نباركوا له عليه، واكيد راح نربطوا من الثقافه راح يكون حاضر معنا الى السينما طبعا البلد. الكلمه الاخيره هو جديد عمار سنيغري، هذا الممثل المحبوب اللي تعرفتوا عليه عبر العديد من الاعمال، عاد من خلال هذا الفيلم. راح نشوفوا لابوندانوس وبعدها عمار سنيغري حاضر معنا، ونشكره ياسر على هذه الجوله. شكرا شكرا جزيلا لك ياسر.